بهاي الأيام المباركة وهاي الأيام الفضيلة بحب في الدرجة الأولى نعيد على الوالدة ونعيد على خواتي ونعيد على خلاتي، بنهني الأمة العربية والإسلامية، وإن شاء الله العيد القادم إلى النصر في المسجد الأقصى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أول ناس بحب أهنيهم بالعيد والله يتقبل منهم صيامهم وطاعتهم أهلنا في القدس، أهلنا المرابطين في القدس، أهلنا الصامدين في غزة، غزة العزة، النصر رح يجي من عندهم. فعشان هيك قبل ما تهني نفسنا لازم نهني هذول الناس اللي رح يجي من عندهم النصر إن شاء الله رب العالمين. بهني كل واحد فتح صفحة جديدة برمضان مع رب العالمين، بهني كل واحد عرف يدير بيته وأولاده في رمضان حتى لما يلقى الله يعرف كيف يجاوب. بهني كل واحد بقول له كل عام وانت بخير اللي فتح صفحة جديدة مع الله. أولا بعيد على أهلي وناسي، وبعيد على وطني وإحبابي، بعيد على إخواني، وبعيد على أمي، وإذا صح التعبير كمان بعيد على أخوي اللي توفى قبل 3 شهور الله يرحمه ويحسن إليه، عبد الناصر غيث. وبتمنى للأمة الإسلامية إن شاء الله العيد الجاي إن شاء الله نكون على يعني في الأقصى، نصلي هناك إن شاء الله جميعا صلاة العيد ومكبرين ومهللين، وإن شاء الله نكون دائما مع إخواننا في أهلنا في الضفة وفي فلسطين. بحب أعيد أول شيء على الوالدة الغالية وأبوي الله يحفظهم يا رب، وعلى أخواتي جميعا، وبحب أعيد على أخوالي في الخليج وأخص بالذكر خالي همام وخالي صالح. وبتمنى للأمة الإسلامية والعربية بشكل عام إن شاء الله دوام السرور والسعادة، وتكون أيام فرج وخير عليهم ونصر إن شاء الله. وبتمنى إن شاء الله أنه تكون السنة الجاي ارتفعت عنها هاي الغمة والوباء والغلاء وانصلحت أمور الأمة كلها بإذن الله، إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم.